متابعينا الاعزاء، متابعي مباشر من مصر، برحب بحضراتكم في لايف جديد من داخل محافظه الدقهليه. متواجدين مع حضراتكم الان داخل محكمه جنايات المنصوره، واللي بتنظر يعني ثاني جلسات محاكمه مدرس الفيزياء محمد عبد البديع المتهم بقتل طالب الدقهليه. طبعا زي ما احنا شايفينه مع حضراتكم بيمثل الان في قفص الاتهام، وطبعا كان خلال زي ما شفنا معاكم متابعينا الاعزاء، يعني شفنا حضراتكم متابعينا الاعزاء النطق بالحكم ويحيى العدل، احاله اوراق المتهم محمد عبد البديع لفضيله مفتي الديار المصريه. طبعا دلوقتي هنسمع من والده زي ما احنا شايفين مع حضراتكم احاله اوراق المتهم لفضيله مفتي الديار المصريه. شايفين